اهلا بيكم اعزائي المشاهدين. فيديو النهارده هنشوف مع بعض دايره غريبه شويه من دوائر درايفر لمبات الليد. درايفر ده ارسل لي بعض الاصدقاء على الصفحه صوره ليه، فبيقول لي مش فاهمين بيعمل ازاي او ازاي نفحصه. النوع ده من الدرايفات موجود ولكن مش منتشر كتير في لمبات الليد، وغالبا بيكون في اللمبات الصغيره بالشكل ده، بتكون من 9 ل 15 واط بحد اقصى، لان الدرايفر ده قدرته منخفضه لا تزيد عن 15 واط. كنت منتظر يجي قدامي النوع ده من الدرايفر عشان نرسم المخطط ليه ونفحصه ونشوف بيعمل ازاي. تابعونا بعد الفاصل. ده شكل الدرايفر، طرفين 220 فولت وطرفين دي سي، وبتيار منظم وتيار ثابت. هنشوف المكونات مع بعض. زي ما حضراتكم شايفين، مع اللايف والنيوترال طرف منهم مع مقاومة فيوزية قيمتها في حدود 4.7 اوم وواحد واط، والطرف التاني من المقاومة داخل على طرف من اطراف الاي سي، ورقم الاي سي هنحاول نوضحه مع بعض. الاي سي بي بي 28-3-60، ومقاومة والمكثف 6.8 مايكرو فراد 400 فولت، وملف، ده ملف مش محول، اذا 4 مكونات فقط زائد الملف. وطبعا عارفين وظيفة اي درايفر هي تثبيت تيار معين مناسب لتيار الليد. طيب تعالوا مع بعض نشوف مخطط الدايرة ونشرح طريقة عمل الدايرة. الاي سي زي ما حضراتكم شايفين، الاي سي 7 اطراف، 4 من الاسفل و3 من اعلى. ده رقم الاي سي، طرف رقم 1 2 3 4، هنا 5 6 7، دي اطراف الاي سي. وهنا ال 220 فولت، في طرف من ال 220 فولت موصل معاه مقاومة فيوزية تعمل كفيوز تقريبا 5 اوم، دي موصلة مع طرف من اطراف ال N. اذا هنا N، الطرف التاني ده N برضو 220 فولت، هتوصل مباشر مع 220 فولت. اذا ممكن فيوز او مقاومة فيوزية. طرف رقم 2 ده بيكون ارضي، وطرف رقم 4 تتوصل معاه مقاومة. قيمة المقاومة دي بتحدد تيار الاي سي او تيار الدرايفر، ده بتوصل مع الارضي. اذا فرق الجهد على المقاومة بيحدد التيار اللي بيمر، وبالتالي بيتحكم الاي سي في التيار. طرف رقم 6 وده بيكون الهاي فولتج، اللي هو جهد العالي اللي بيخرج ليه الليد بدون حمل، بيكون في حدود 120 فولت دي سي. طيب هنيجي هنا نقطة الدي سي والاي سي. هنا تيار اي سي ازاي بيتحول لتيار دي سي؟ ده لان مدمج مع الاي سي ديودات داخلية. اذا الان هيكون تيار متردد والاوت هيكون تيار دي سي، لان فيه ديودات داخلية مدمجة مع الاي سي. والطرف رقم 5 ده هيكون الدرين، وده بيكون موصل مع ملف، الملف اللي هو شكله زي المحول، ده درين المسفت، وهنا طبعا هيكون السورس. والليد هيكون هنا مجموعة الليدات، طبعا عدد كبير من الليدات موصل مع الملف. الطرف الجهد العالي وطرف الأرضي موصلين مع المكثف 6.8 مايكرو فراد و 400 فولت، ده المكثف. وهنا طبعا الملف والليدات. الاي سي بيعمل على تحويل التيار من 220 فولت متردد الى تيار دي سي، والتيار دي سي ده هيخرج من خلال طرف التغذيه الهاي فولتج رقم 6، وهيخرج على موجب الليد. سالب الليد هيكون موصل مع الدرين كأي حمل،
سالب الحمل هيكون مع درين الموسفيت، والسورس هيتوصل مع الارضي من خلال مقاومة استشعار تيار. الاي سي ده بيعمل على تردد عالي جدا من 500 كيلو هرتز حتى 1 ميجا هرتز، ومع وجود الملف واللي بيعمل كمقاومة في التيار المتردد العالي ده، وبالتالي هيحد من التيار اللي بيمر في الليد، ومن خلال فرق الجهد على المقاومة الاي سي بيحدد التردد وعرض الموجة المناسب للليد. اذا اي شركة هتخرج النوع ده من الدرايفر ولمبات الليد هتحدد قيمة المقاومة دي حسب تيار الليد، وطبعا على حسب قدرة الاي سي نفسه بيتحمل كام ملي امبير. طيب تعالوا مع بعض بعد ما شرحنا نجرب ونشوف الدايرة. طرفين الان اللي هيكونوا مع المقاومة الفيوزية، وطرفين الاوت اتجاه الملف. دايما نقول الاوت بوت بيكون اتجاه ملف الدرايفر. طرفين 220 فولت نوصلهم بدون حمل، وتعالوا نقيس الجهد. عارفين جهد الدرايفر بيكون عالي بدون حمل، ولكن اي درايفر بيكون فيه ليميت للجهد، بيستشعر ارتفاع الجهد وبيكون في ليميت معين للجهد بتاعه. كده وصلنا، تعالوا نوصل ال 220 فولت. بسم الله، خارج معانا تقريبا 104 فولت دي سي، زي ما قلنا من 100 ل 120 فولت بدون احمال. طيب تعالوا نوصل حمل ونشوف التيار والجهد. هنوصل مسطرة ليد، كل 2 ليد توازي، والليد الواحد محتاج 50 ملي امبير، اذا الاتنين توازي بيكون محتاج 100 ملي امبير. طيب الجهد كل 2 مع بعض مجموعة 2 3 4 5 6 7 8، يعني 16 ليد، كل 2 توازي بتمن مجموعات، في 3 فولت للمجموعة أو 3.1، هيبقى محتاجين في حدود 24 فولت. إذا جهد الليت ده 24 فولت. طيب الدرايفر ده تقريبا بيعمل على 80 ملي أمبير، إذا الليت ده مش هيتحرق، لأن قلنا دايما يفضل إن تيار الليت يكون مساوي أو أعلى من تيار الدرايفر، لأن لو تيار الدرايفر أعلى من تيار الليت هيحرق الليد مباشرة، ولكن لو الليد محتاج تيار أعلى من التيار اللي بيوفره الدرايفر، الليد هيضيء بإضاءة أقل من الطبيعي، وكده نضمن إنه مش هيتحرق. تعالوا نوصل ده الموجب، هنوصله مع الموجب. الطرف التاني اهو السالب موصل بسلك احمر، ولكن هو السالب، هنوصله مع السالب. كده وصلنا الليد وموصلين المالتي ميتر عشان نقيس الجهد، ومعانا بنسة الامبير، وهنقيس التيار اللي بيمر فيه الليد. اذا كده معانا التيار ومعانا الفولت، وهنوصل. بسم الله، الليد اضاء والجهد 24 فولت، اذا 8 مجموعات في 3 فولت ب 24 فولت، ولكن هنا التيار 130 ملي امبير. طبعا ده تيار عالي، ما اعتقدش هنصفر الجهاز ونشوف تاني. التيار بيمر 100 ملي امبير، اذا كل ليد تقريبا 3 فولت و 50 ملي امبير، لان قلنا كل 2 ليد توازي، اذا هيتقاسم التيار على 2 ليد، يبقى كل ليد 50 ملي امبير و 3 فولت. وبكده نكون عرفنا التيار الدرايفر وازاي نختبر الدايرة. هنشوف في اي سخونة في الاي سي، مفيش اي سخونه في الاي سي.
وبكده نكون عرفنا كل حاجة عن النوع ده من الدرايفر لمبات الليد، وأتمنى أكون أجبت على كل أسئلة أصدقائنا اللي كانوا بيستفسروا على النوع ده من الدوائر. والاستفاد من الفيديو النهاردة يدعمنا بلايك واشتراك في القناة لو لسه مشتركتش، وتفعيل زر الجرس، ونلتقي في فيديو قادم إن شاء الله. سلام.